أمريكا تقوم للمرة الأولى في العام 2024 باستدعاء تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في سوريا، وسبب مفاجئ وراء ذلك القرار، فما القصة؟ وكالة الأناضول التركية أشارت إلى أن أمريكا أدخلت تعزيزات عسكرية من العراق باتجاه قواعدها في الحسكة ودير الزور خلال اليومين الأخيرين، وأوضحت الوكالة أن قافلة التعزيزات ضمت نحو 15 عربة كانت محملة بمعدات ومستلزمات طبية دخلت من معبر الوليد الحدودي إلى الحسكة بعدما حطت طائرتا شحن أمريكيتان في قاعدة خراب الجير. وبذلك يكون الجيش الأمريكي قد أرسل أولى التعزيزات لقواته في دير الزور والحسكة في عام 2024. وتأتي تلك التعزيزات العسكرية في وقت تصاعدت فيه الاستهدافات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق باستخدام الطائرات المسيرة التابعة لطهران، لكنها لم تحقق أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن. وللولايات المتحدة الأمريكية 900 جندي في سوريا و2500 في العراق، تؤكد دائماً أن مهمتهم فقط هي تقديم المشورة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة الخارجين عن القانون.